عليكم وياكم علي ثير. بهذا الفيديو راح ناخذ التحكم العصبي وفسلجة الغدد اللعابية. نبلش بالبداية نرسم شنو التم، نرسم اللسان. اوكي نرسم اللسان، نقول له هذا ماشي زين. شلون يصير التحكم العصبي بالغدد اللعابية؟ اول شيء هنا ايش عندي انا باللسان؟ عندي براعم تذوق اللي يسموها بالشنو بالتست، يسموها بالتست باد، هي براعم التذوق زين منتشرة على اللسان. مثلا نقول ان هاي واحدة هنا وهنا تمام، وكذلك هاي براعم التذوق تحسس الحلاوة للطعم الحلو، طعم المر، طعم الحامض تمام زين. فإذا أنت أكلت من واحد يأكل إيش راح يصير عندي؟ مو حتحسس أنت بالطعم مال الأكل مالتك؟ فهذا الطعم بالأكل، وكذلك إنه أنت من راح تأكل راح تحس إنه الأكل موجود على لسانك زين. إذا التست عن طريق التست أوكي، وعن طريق التكتايل. التكتايل هي شنو يعني؟ يعني وجود الأكل على اللسان. هاي إيش راح تحدث؟ إشارات عصبية راح تحفز الأعصاب المرتبطة بما بالتست باد. تروح وين؟ تروح إلى مكان بالبرين ستيم يسموه شنو؟ نرسم المكان. هذا المكان اسمه شنو؟ اسمه بالنيوكليوس تراكتس سوليتيريوس، اسمه النيوكليوس تراكتس سوليتيريوس، اسمه النيوكليوس تراكتس سوليتيريوس. أوكي؟ هذا النيوكليوس تراكتس سوليتيريوس مرتبط بتركيب مهم يتحكم بعملية السالفيشن، عملية افراز اللعاب. شنو هذا التركيب؟ هذا التركيب يتكون من 2 نيوكليوس تمام. نرسمها بالبداية وراها نكتب اسمها، وهاي هنا أنا عندي هاي النيوكليوس تراكتس سوليتيريوس مرتبطة ويا من؟ مرتبطة قلنا بذني التراكيب. شوف هذا مرتبطة بهاي هنا وهنا نفسها مات مرتبطة بهذا. اوكي هذين التراكيب شو اسمهن؟ هذا التركيب اسمه الفوق يسموه بالسوبيريور سالفاتوري نيوكلياي اوكي سوبيريور سالفاتوري نيوكلياي. والجوه بما انه هو جوه ذا شو اسمه؟ اسمه inferior salivary nuclei. اسمه شنو؟ inferior salivary nuclei تمام. فعن طريق ذني المراكز الموجودة بالبرين ستيم اللي هي superior و inferior salivary nuclei راح تطلع من عندهم أعصاب تمام. راح تطلع من عندهم شنو؟ أعصاب. هاي الأعصاب راح تطلع من عندهم منها بداية زين. اللي يطلع من السوبيريور سالفاتوري نيوكلياي، اللي يطلع من مين؟ من السوبيريور سالفاتوري نيوكلياي وين راح يروح؟ راح يروح وين؟ للسب مانديبولار نيوكلياي. العفو مو السب مانديبولار نيوكلياي، يروح وين؟ للسب بس هنا هذا نقول هنا راح يجي هنا. ها شنو هاي؟ السب مانديبولار جنجليون. هي شنو هاي؟ شو اسمها؟ اسمها سب مانديبولار جنجليون. سب مانديبولار جانجليون زين. واللي يطلع من الانفيرير سيلفيتري نيوكلياي وين يروح؟ يروح على الاوتيك، يروح على النرسمة هنا اجي هنا، يروح على مع الاوتيك جانجليون. اوتيك جانجليون اوكي. الصب من يروح هذا العصب اللي يكون منبع مين؟ من السوبير سيلفيتري نيوكلياي، واللي يروح وين بعدها؟ للسب مانديبولار الصب مانديبولار جنجليون. هذا بدوره الصب مانديبولار جنجليون يغذي تو جلاند من السالفيتري جلاند، يعني يغذي هنا مو عندي يعني ثلاث غدد لعابيه، الثلاث زوج غدد لعابيه. فهاي الصب مانديبولار جنجليون تغذي شنو؟ زوجين، يا يعني زوجين يغذنا اللي هي من اسمها الصب. اذا شنو الصب مانديبولار؟ تغذي الصب مانديبولار وتغذي الصب لينجوال تمام. والاوتيك جانجليون تغذي اخر زوج اللي هو الباراتيد
راح تغذي شنو الباروتيد جلاند. هسه عندي شنو صار شو تكون عندي او شنو اللي تحفز هسه السب مانديبولار جنجليون حفزت منه حفزت السب مانديبولار جلاند والسب لينجوال جلاند والاوتي جنجليون حفزت منه حفزت الباروتيد جلاند. اني نتيجة انه تحسست بطعم الاكل ووجود الاكل على اللسان فراح يروح وين وراها العصب هذا راح يتحفز اللي ينتجه من التيست باد يروح وين للنيوكليوس تركتس سوليتيريوس. بعدين من النيوكليوس تركتس سوليتيريوس ترتبط بال هاي ترتبط قيمًا بالسوبيرير وانفيرير شنو سليفاتري نيوكلياي. من السوبيرير السوبيرير سليفاتري نيوكلياي ترتبط ويا من ويا الصب مانديبولار جنجليون والانفيرير سليفاتري نيوكلياي ترتبط ويا من ويا الاوتيك جنجليون. الاوتيك جنجليون تحفز من وراها تحفز الباروتيد جلاند والصب مانديبولار جنجليون تحفز منه تحفز الصب مانديبولار وتحفز الصب لينجوال جلاند. بما انه الباروتيد والصب مانديبولار والصب لينجوال تحفزن فبالتالي افراز السلايفة شنو راح يزيد عندي افراز السلايفة. تمام هذا كل ما يتعلق بالتحفيز العصبي للسليفري جلاند ماشي. هسه بما ان خلصنا التحفيز العصبي هسه ناخذ القنوات الأيونية أو قنوات الأيونات الموجودة وين بالأسينر سيل وكذلك بالدكت سيل مال السليفري جلاند حتى وراها نحكي شنو نحكي وراها الوظائف مال السليفري جلاند. زين خلنا نرسم بالبداية نقول إنه هي هاي رسمنا شنو هذا الشكل الدائري مثل الأسيناي. نرسم حرسم بس يعني قناة أو مفهوم قناة أرسم بي بس خلية واحدة أوكي نرسم الخلية اللي هي هاي راح تكون الخلية موجودة بالأسيناي وهنا راح تكون الخلية وين موجودة بالدكت سيل. تمام زين وهنا عندي شنو خلينا نرسمه بعد هنا عندي الكابيلاري بلس سبلاي اللي يوفر لي شنو راح يودي ال H2O ويودي الايونات المن للسليفري جلاند. زين هسه بالسيناي عندي قلنا قنوات ايونيه راح تكون موجوده اهم قناه بهن يا هي اللي هي ال NAK ATPase خلي اغير لون انا شنو عندي عندي NAK ATPase اوكي هاي وظيفتها شنو مثل ما نعرف تطلع 3 NA وراح تطبب شنو 2K هاي اول قناة. زين القناة اللي بعدها اللي هي وظيفتها ادخال الماء للخلايا مال الاسيناي الخلية الاسينر سيل. شلون تطبب الماء هاي القناة مال الماء شو اسمها نعرف اسمها الاكوا اكوا بورين وظيفتها شنو ادخال ال H2O. زين القناة اللي بعدها هنا اسمها او اختصار اسمها اللي هو ال NKCC اللي هي NAKCL NAK2CL ها شنو وظيفة الوظيفة تدخل الصوديوم وتدخل البوتاسيوم وتدخل 2 كلورايد. تمام زين اخر قناة عندي اللي هي يا هي اخر قناة نرسمها هنا اخر قناة هاي وظيفتها شنو اللي هي يكون شنو بايكربونات كلورايد اكسشينجر بايكربونات كلورايد شنو اكسشينجر وظيفتها اخراج البايكربونات وادخال بداله شنو الكلورايد اوكي. هاي القنوات وين موجودة على البيزل ممبرين على الغشاء القاعدي المقابل للبلود فيزل اللي يغذي الاسيناي اللي هي شنو القنوات هسه NAKATPase والأكوابورين والNAK2Cl وآخر شيء كلورايد بايكربونات إكسشينجر. الأيونات الموجودة وين بالسلايفة شن هي الأيونات لازم تكون موجودة الأيونات لازم تكون موجودة إن أول واحد بيها اللي هو أهمهن اللي هو شنو الصوديوم واليون البعد اللي هو الكلورايد وراها البوتاسيوم
والبايكربونات واخر شيء ال H2O. زين، فخلنا نعرف هسه شلون راح اوفر ذني الايونات هنا، شلون حوديها اللومن لهذا اللومن. ايضا ذني ايونات، فلازم تحتاج شنو؟ قنوات ايونيه. فشنو ذني القنوات الايونيه مالتها؟ اول قناه مالتها مال الكلورايد. الكلورايد القناه مالتها معروفه، تطلع معروفه اسمها، اللي هو شنو اسمها؟ اسمها سي اف تي ار. اسمها شنو القناه مالتها؟ سي اف تي ار. اوكي، هو سيستيك فايبروسيس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتر، راح تودي الكلورايد. فهسه اول شيء تحقق عندي شنو؟ وجود الكلورايد. اول شيء تحقق شنو عندي؟ وجود الكلورايد. زين، بالنسبه للبايكربونات، شلون اودي البايكربونات؟ البايكربونات احقق وجوده عن طريق ايضا كلورايد بايكربونات اكستشينجر، راح يطب الكلورايد راح يطلع بداله البايكربونات، يطلع بداله منه البايكربونات. اوكي، حققنا شنو هسه بعدها؟ حققنا وجود ال HCO3. زين، المي شلون احقق اضمن انه هو موجود؟ المي عن طريق ايضا اكوابورين. اوكي، المي ايضا عن طريق الاكوابورين حتودي لي شنو؟ حتودي لك ال H2O. شو اسمها القناة اللي قلنا عليها؟ اكوابورين. عفوا خلي اكتب اسمها جوا احسن، اسم الاكوابورين. زين، ال هسه ايش بقى عندي؟ هسه حققنا شنو عندنا؟ حققنا بعد ال H2O. هسه الصوديوم شلون احقق وجوده؟ الصوديوم ما يقدر يعبر عن طريق القناة، وإنما شلون تكون انتقاله؟ إذا كان، شوف، إذا كان انتقاله عبر الخلية، يعني نطب الخلية ويطلع من عندها، يسموه ترانس سيلولر. بينما إذا كان انتقاله بالشكل الجانب للخلية، يكون عن طريق الجانب الخلية ويعبر. أوكي؟ يعني يسموه بالبارا سيلولر. شلون عن طريق جانب الخلية؟ مثلا نقول هاي خلية هنا، هاي الأسناي، وقول هنا اكو بصفة أيضا أسناي ثانية. أوكي؟ فشلون راح يعبر؟ يعبر عن طريق بارا سيلور باثوي، اي بين الخلايا. شوف، بين الخلايا طب وراح يجي هنا. اوكي، بين الخلية طب وراح يجي وين؟ هنا. اذا حققنا وجود الصوديوم اللي يكون انتقال عن طريق يكون بارا سيلور باثوي، بين الخلايا راح يعبر. ماشي، زين. بقى عندي شنو؟ بقى عندي البوتاسيوم. البوتاسيوم شلون يكون؟ شلون راح يطب الاسناي؟ البوتاسيوم يطب الاسناي عن طريق شنو؟ عن طريق يسموه بال بوتاسيوم هيدروجين اكس تشينجر. بوتاسيوم هيدروجين شنو؟ اكس تشينجر. يعني شنو؟ البوتاسيوم راح يعبر للاسيناي. البوتاسيوم يعبر وين؟ للاسيناي. اوكي، راح يعبر البوتاسيوم وين؟ للاسيناي. وراح يطلع، العفو مو يطلع، راح يطب الخليه بداله من اول هيدروجين. اوكي، راح يطب بداله من هيدروجين. هسه حققنا اخر شيء اللي هو شنو؟ البوتاسيوم، كذلك حققنا وجود الصوديوم. كلها كانت موجوده وعرفنا القنوات مالتها. هسه شنو القنوات الموجوده على الابيكال ممبرين مال الاسيناي سيل، الاسينار سيل، اللي هي منو؟ اللي هي سي اف تي ار، اللي وظيفته تودي الكلورايد وين؟ اللومن. اوكي، والكلورايد بايكربونات اكستشينجر وظيفته ايضا تودي البايكربونات اللومن. اللومن طبعا الموجود بين الاسينار سيل. زين، والمي شلون حققنا وجوده؟ عن طريق الاكوابورين. الصوديوم قلنا عن طريق بارا سيلولار باثوي، بين الخلايا يعبر. واخر شيء البوتاسيوم عن طريق البوتاسيوم هيدروجين اكستشينجر. ماشي، راح يطلع البوتاسيوم يطب بداله الهيدروجين. هاي كل القنوات الموجوده وين؟ الموجوده بالاسينار سيل. معلومه قبل لا اعبر على الدكت سيل واشرحها، هنا اذا قلنا، اذا ردنا نعرف التونسيتي الموجوده هنا بالاسينار سيل، اذا ردنا نعرف شنو التونسيتي، التونسيتي هنا راح تكون مطابقه لمن؟ نفس البلازما. تمام، انه عندي تركيز الايونات يكون عالي، تركيز خاصه ايونات الصوديوم وكذلك الكلورايد. ماشي،
تركيز يونت الصوديوم الكلورايد يكون مقارب لتركيزه وين؟ بالبلازما. فراح يكون هنا الفلويد هذا كل الفلويد يتكون من الووتر والايون يكون شنو؟ ايزوتونيك. ماشي. هذا الفلويد وين راح كله؟ هسه ناشر على الفلويد هذا وياه يكون من الووتر والايونات. وين راح يروح؟ راح يروح يعبر وين؟ للداكت. شو راح يصير بيه بالداكت يا ترى؟ خلنا نعرف شو راح يصير بيه بالداكت. بالداكت خلينا هيجي لحظة خلينا نكبر شكل الخلية أحسن لأنه هم ما تبي قنوات أيونية. زين هاي الخلية وخلي أوديها أكثر. زين أول ما يعبر الفلويد تمام هذا الفلويد اللي متكون من الواتر والأيونز شو راح يصير بي؟ راح يصير له موديفيكيشن المن للتراكيب مالته. أوكي خلنا نشرح عملية الموديفيكيشن. طبعا البيزل ممبرين هذا راح أنزله جوه لأنه أيضا ناشو عندي قنوات هواي أكثر من هناك. فهذا راح يكون بيزل ممبرين. أوكي والفوق الغشاء هو الإبيكال ممبرين. تمام زين اول نبدي بنبدي شنو بيون الصوديوم بالبدايه. الصوديوم اول ما راح يجي هنا اكو قناه له اللي هي الايناك. الايناك اوكي شنو وظيفتها الايناك؟ حتطبب الصوديوم للخليه. شنو وظيفتها؟ تدخل الصوديوم للخليه. طب عند الصوديوم بالبدايه اوكي كذلك الصوديوم عنده قناه اخرى حتطببها للخليه يا هي يسموها بالصوديوم هيدروجين اكسشينجر. صوديوم هيدروجين اكسشينجر هذا الصوديوم طب حيطلع بداله الهيدروجين. زين مجاور نفس اكو همات قناه ايضا ضمن لي من ضمنها حصر اكسشينجر ايضا المن للهيدروجين لكن الهيدروجين حيكون ويا من؟ ويا البوتاسيوم. فالبوتاسيوم هنا شوي هذا الهيدروجين طلع هنا راح يرجع يطب هنا للخليه راح يطب الهيدروجين يطلع بداله البوتاسيوم. ماشي زين كذلك عندي بالنسبه لمن للكلورايد والكلورايد ايش راح يصير؟ الكلورايد ايضا عندي هنا شنو عندي اكسشينجر له حيطب الكلورايد للخليه تمام ويطلع بداله الباي كربونيت. تمام حيطب الكلورايد للخليه ويطلع بداله الباي كربونيت. فصار عندي الصوديوم والكلورايد طبا للخليه فقل تركيزه وين؟ بالداكت لومن. هذا طبعا اللومن مال الداكت ديمر بيه الايونات فتركيز الصوديوم والكلورايد قل وين؟ بالداكت لومن. زين بنفس الوقت من طلع اللومن طلع عندي البوتاسيوم وكذلك البايكربونيت. طلع عندي منه البوتاسيوم وكذلك البايكربونيت. اوكي زين عندي شنو بعد راح يصير؟ خلينا نشوف هنا أنا ايضا عندي قنوات على البيزل ممبرين اللي هي هاي القنوات. خلينا نرسمها. اول قناة اللي هي واللي هي هم قناة همات اللي هي NAK ATPase pump NAK ATPase وظيفتها شنو هاي القناة؟ وظيفتها اخراج 3NA اخراج 3NA وتطبب لي 2 بوتاسيوم تطلع 3 صوديوم وتطبب 2 بوتاسيوم. مجاور لها شنو؟ ايضا قناة اللي الصوديوم هيدروجين اكسشينجر لكن هنا شنو شغله بالعكس حتطبب الصوديوم للخلية. لا عفوا نفس الشيء والله ماته تطبب الصوديوم للخلية تمام وراح تطلع بداله الهيدروجين يطب الصوديوم للخلية يطلع بداله شنو الهيدروجين. تمام زين بعد يا قناة عندي موجودة هنا القناة اللي بعدها اللي هي صوديوم بايكربونات كو ترانسبورت. صوديوم بايكربونات كو ترانسبورت هاي شنو وظيفتها؟ صوديوم بايكربونات كو ترانسبورت وظيفتها ادخال الصوديوم وادخال البايكربونات. حطوب لك صوديوم واحد
اثنين بايكربونات. اوكي زين زين، هاي القناه شنو وظيفتها؟ تطبب الصوديوم واثنين بايكربونات. بعد ايش عندي؟ هم عندي قناه بعد اللي هي يا قناه بعد عندي، بس هنغير هنا شوي رسم ودي هنا زين. هذا شوي نصغره حتى يكفي المجال. يا قناة بعد عندي قناة مالتها مال البوتاسيوم، قناة مالتها مال البوتاسيوم، هاي القناة هنا شو اسمها مالتها؟ قلنا مال البوتاسيوم. شنو وظيفتها؟ تطلع لي البوتاسيوم خارج الخلية. اوكي هاي شنو وظيفة القناة؟ تطلع البوتاسيوم خارج الخلية. وعندي بعد قناة اللي هي مالتها مال الكلورايد، عندي بعض قناة اللي هي مالتها مال الكلورايد، وظيفتها ايضا تطلع الكلورايد خارج الخلية. وهنا ايضا عندي فوق باللي بكل ممبرين ايضا تي قناة مالتها مال الكلورايد، لكن هنا وظيفتها شنو تختلف؟ وظيفتها راح تطلع الكلورايد، تطلعه وين؟ للومن. اوكي ماشي. بس هو بعدين شنو حيصير له؟ راح يصير له هنا شنو؟ اكستشينج ويا من؟ ويا البايكربونات، فبالتالي يرجع طب الخلية فيقل تركيزه. تمام، هذا كل ما يتعلق بالقنوات الموجوده بالدكت سيل. القنوات القنوات ارجع اعيد، القنوات الموجوده وين؟ على البيكل ممبرين. اول قناه بيها شنو؟ الايناك. شنو وظيفته؟ راح تطبب الصوديوم للخليه. القناه الثانيه صوديوم هيدروجين اكستشينجر، وظيفته شنو؟ تطبب الصوديوم للخليه وتطلع بداله الهيدروجين. القناه اللي بصفه اللي هي شنو؟ اللي هي بوتاسيوم هيدروجين اكستشينجر، وظيفته شنو؟ وظيفة تطلع البوتاسيوم وتطبب الهيدروجين. تمام، القناة اللي بعدها اللي هي كلورايد بايكربونات اكستشينجر، وظيفة شنو؟ تطبب الكلورايد وتطلع بدالة البايكربونات. اخر قناة موجودة بالابيكال ممبرين هي مالت من؟ مال الكلورايد، وظيفتها اخراج الكلورايد خارج الخلية. ننزل على القنوات الموجودة على البيزال ممبرين. اول وحدة اللي هي من اهم وحدة قلنا هي الانيكيتيبيز بامب، وظيفة شنو؟ راح تطلع 3 صوديوم وتطبب 2 بوتاسيوم. القناة اللي بصفه اللي هي شنو؟ NA هيدروجين اكستشينجر، وظيفته شنو؟ راح تطبب الصوديوم للخلية وتطلع بدال الهيدروجين. القناة اللي بصفه اللي هي صوديوم بايكربونات، وظيفته شنو؟ صوديوم بايكربونات كوترانسبورت، وظيفته شنو؟ تطبب الصوديوم وتطبب وياه شنو؟ 2 بايكربونات. القناة اللي بصفه قناة البوتاسيوم شانل، وظيفته شنو؟ تطلع البوتاسيوم من الخلية. آخر قناة هي قناة الكلورايد، وظيفتها شنو؟ تطلع الكلورايد من الخلية. طبعا الصوديوم يطب عن طريق الإيناك، شوف ركز لي بهاي، الصوديوم يطب عن طريق الإيناك، والصوديوم يطب عن طريق الصوديوم هيدروجين اكستشينجر. تمام، والصوديوم عن طريق الصوديوم هيدروجين اكستشينجر موجود على البيزال ممبرين. اوكي وين راح يطلع؟ راح يجي هنا، هذا يجي هنا وهذا يجي هنا، يطلع من الخلية عن طريق شنو؟ عن طريق الـ NAKTBS pump. ليش هنا؟ الـ NAKTBS pump هي شنو؟ قد أصلا بها هي 3 NA يطلع من الخلية، فذني 3 NA الأول مين جاي؟ من الإيناك، والثاني من الصوديوم هيدروجين اكستشينجر الموجود على من على الإبيكال والبيزل ممبرين، راح يطلع من خلال الصوديوم خارج الخلية. هذا كل ما يتعلق بالقنوات الموجودة على من؟ على الدكت. قبل لا أحكي بتأثير السمبثيتك والباراسمبثيتك، هنا عندي ارجع يمين على الاسنر سيل، اكو عندي هنا اللي هي بايكربونات، شلون تتكون داخل الاسنر سيل؟ راح اكتب التفاعل هنا السي او 2، شو هذا السي او 2؟ هنا ما عندي سي او 2 موجود بالدم، السي او 2 راح يجي وين؟ السي او 2 هذا وين راح يطب؟ راح يطب للاسنر سيل. زين ايش راح يصير السي او 2؟ السي او 2 هذا راح اكتب هنا التفاعل مالته انه ما يكفي مكان هناك، السي او 2 هذا هنا، السي او 2 نقول هنا داخل الاسنر سيل، حسبنا هاي كو هاي يقول هاي الاسنر سيل، السي او 2 زاد منه زاحت تحت وين؟ وين الاتش 2 او؟ عن طريق يا انزيم يحفز على التفاعل هو اختصار السي اي، يا انزيم شو اسمه؟ اسمه الكربونيك انهايدريز. زين يكون لك شنو؟ يكون لك حامض الكربونيك، هذا ينفصل عن طريق نفس الانزيم، يعطيك شنو؟ يعطيك هيدروجين زائدا باي كربونيت. وهاي البايكربونات تتكون عن طريق هذا التفاعل، تطلع وين؟ العفو تطلع هنا، تجي هنا هاي بايكربونات، راح اظللها، راح تجي هنا
وتطلع عن طريق هذا الاكستشينجر مالت من مال كلورايد باي كربونيت اكستشينجر، وهذا هو مصدر الباي كربونيت. زين خلي امسح بالنه هنا، هسه خلصنا هذه القنوات، هسه نحكي على اليمين على السمبثيك والباراسمبثيك. لكن قبل لا احكي طبعا عندي شنو هسه بالاخير صار عندي من هذين العيونات من يعبر الدكت، حتكون شنو هاي السلايفة، من متكون السلايفة، يكون تركيز الايونات بيها شنو، تركيز ايون الصوديوم يكون قليل انه صار له طبل الخلية بعد يكون شنو قليل، وتركيز الكلورايد ايضا يكون شنو قليل، تركيز البوتاسيوم يكون شنو عالي لانه هو قام يطلع من الخلية، تركيز البايكربونات ايضا يكون عالي انه قام يطلع من الخلية. اما بالنسبة للماء شوف احنا الماء ابد ما جبنا طاري الماء يشبي هاي الدكت سيل، هاي شنو الدكت سيل تكون امبيرميبل للووتر، تكون غير نفاذة للووتر، ما تسمح بمرور الووتر عبرها، فاذا الووتر وين راح يبقى؟ الووتر يبقى هنا بالدكت، لا يعبر الخلية ولا شيء، ما يسوي شيء، بس الووتر يبقى هنا. اوكي فالووتر الموجود باللومن مال اسناي هو نفسه الووتر راح يبقى، ما راح تقل القيمة مالته، ما راح تقل يعني ما راح يقل الحجم مالته خلال مروره بالدكت لومن، فالووتر يبقى شنو؟ يبقى نفسه. زين هذا فيما يتعلق بالسلايفة من تعبر الدكت لومن. زين هسه بالنسبة لمن الى السمبثيتك والباراسمبثيتك، زين هاي الاسنر خلنا نرسم الاسنر سيل، هاي اللي هي شنو الاسنر سيل، هنا أنا عندي شنو هذا الريسبتر مالته مال الاسيتيل كولين اللي هي شنو تأثير الباراسمبثيتك، وراح يجي علي من عليه الريسبتر مال الاسيتيل كولين والباراسمبثيتك شو اسمه ماسكارانيك ريسبتر، هذا نقول عليه جل شنو الاسيتيل كولين يرتبط به، من يرتبط به الاسيتيل كولين شو راح يصير عندي؟ هذا يكون شنو جي كيو، هذا شنو يكون ام 3 ريسبتر ماسكارانيك 3 ريسبتر، فشنو هذا اول ما يرتبط بالاسيتيل كولين حيحفز الجي كيو بروتين، بالتالي يودي له شنو تكوين الفوسفولايبيسي، هذا يودي له شنو تكوين حيكون لك الاي بي 3 الاسيتوليتري فوسفيت، هذا الاي بي 3 يرتبط بالريسبتر نقول هسه هنا هاي هي شنو هاي الساركوبلازم كريتيكولم، اوكي هاي الساركوبلازم كريتيكولم، يجي الاي بي 3 يرتبط بالريسبتر مالته نقول هذا الاي بي 3 ارتبط وين بالريسبتر مالته، ايش راح يسبب؟ راح يسبب خروج الكالسيوم من الساركوبلازم كريتيكولم، فبالتالي راح يزيد تركيز الكالسيوم داخل الاسنر سيل، هاي الكالسيوم من يزيد تركيزه خلال الاسنر سيل حيحفز ايش راح يسوي؟ شوف ايش راح يسوي؟ راح يحفز قنوات الووتر وقنوات يعني الصوديوم ما له قنوات ولكن يحفز مروره، يحفز مرور الصوديوم ايضا، ويحفز قنوات البوتاسيوم، ويحفز قنوات الكلورايد، ويحفز قنوات الباي كربونيت، فاذا نستنتج انه تاثير الباراسمبثيتك شنو راح يحفز تكوين السلايفة، راح يزيد حجم السلايفة، تمام راح يزيد عندي حجم السلايفة عن طريق شنو؟ عن طريق زيادة تركيز الكالسيوم يودي الى شنو زيادة يؤدي الى زيادة تحفيز قنوات المي اللي هي الووتر والصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والبايكربونات، وعيد وكر انه الصوديوم ما عنده قنوات ولكن يكون يحفز انتقاله عبر الخلايا. زين هذا بالنسبة لمن للباراسمبثيتك. بالنسبة للسمبثيتك يرتبط وين بالريسبتر مالته؟ السمبثيتك شيء مثلا نور ادرينالين، نقول هذا النور ادرينالين يرتبط بالريسبتر مالته، شو راح يصير عندي؟ راح يزيد انتاج وراها شنو هذا يكون جي اس يعني جي بروتين اس، اوكي جي اس بروتين، اوكي يودي له شنو حيزيد انتاج السايكلو كي ام بي، بالتالي راح يزيد عندي شنو البروتين كاينيز اي، وانا عندي بالاسنر سيل عندي جرانيول ايضا عندي شنو جرانيول، هاي الجرانيول تحتوي على شنو على الميوسين، اوكي تحتوي على من على الميوسين، الميوسين هو عبارة عن الميوكس المخاط، تمام فبالتالي وكذلك عندي هنا او لا ما عندي هي عندي هاي الميوسين، فبالتالي هذا البروتين كاينيز اي راح يجي على من على هاي الجرانيول، تمام
وراح يزيد افرازها، راح يزيد خروجا من الخلية عن طريق عملية، عن طريق عملية اخراج الخلوي هي الاكزوسايتوسيس. اوكي، نقول ان هاي جت هنا الجرانيول، هاي الجرانيول جت هنا وطلعت، قامت تطلع لك شنو الميوسين، طلعت من الخلية. فبالتالي ها وسوى الاول السمبليك نيرفس سيستم، بس حفز خروج الميوسين، ما حفز قنوات الووتر ولا قنوات الصوديوم ولا قنوات البوتاسيوم ولا الكلورايد ولا البايكربونات، بس حفز خروج الميوسين. فاذا شنو حجم السلايفا؟ راح يكون قليل، حجم السلايفا راح يكون قليل اثناء تحفيز السمباتيتك. تمام، هاي السلايفا هي مو حتكون حجمها قليل، حتكون غنيه بالبروتين، حتكون غنيه شنو الكونتنت مالتها، يكون غنيه بالبروتين. فالكونتنت مالتها عباره عن بروتين، هذا البروتين شنو هو الميوسين. اوكي زين، بعد عندي شنو انا عرفت شلون تحفزن، عرفت هاي تمام زين. شنو يحفز ايضا زياده افراز السلايفا؟ يودي ايضا المن للتحفيز العصبي. قبل شوي مو احنا حشينا بالبدايه ان اكو هاي الدائره العصبيه رسمتها لها شلون يتم تحفيز السلايفا، وهاي عن طريق النيوكليوس تركتس سوليتيرياس والسوبر والانفيريور سالفيتوري نيوكلياي. زين، شنو يودي؟ اكو عوامل معينه تودي الى زياده انتاج السلايفا، يعني شنو زياده انتاج السلايفا؟ تحفيز البراسن بدلك نيرفس سيستم. اوكي، شنو هذين العوامل؟ ما تفكر بالاكل، اوكي ثينك، ما تفكر بالاكل راح يزيد عندي افراز، راح يزيد عندي شنو افراز السلايفا. كذلك من تشتم ريحه اكل ايضا شنو يزيد افراز، يزيد شو اسمه افراز السلايفا. وكذلك من اتذوق الاكل ايضا يزيد عندي افراز السلايفا. وكذلك من اشوف الاكل يزيد عندي شنو افراز السلايفا. هسه شو كتزيد عندي افراز السلايفا؟ خلال التفكير، خلال التذوق، خلال الشم، وخلال الرؤيه. هذني من يصير عندي التفكير والشم والتذوق والرؤيه، حفزن شنو وراها؟ حفزن شنو النيوكليوس تركتس سوليتيرياس، تروح اليمن على النيوكليوس تركتس سوليتيرياس، وراها من النيوكليوس تركتس سوليتيرياس تروح اليمن على السوبيري والانفيرير سيليفرتري نيوكلياي، ومن خلال تروح اعصاب المن الاوتيك جانجليون تحفز الباروتيد، والسب مانديبولر جانجليون تحفز شنو؟ تحفز السب مانديبولر والسب لينجوال جلاند. زين، هذا فيما يتعلق عرف شنو الاشياء اللي تؤدي الى زياده انتاج السلايفا. زين، الاشياء اللي تؤدي شنو هنا بعد؟ التقليل افراز السلايفا، اشياء تؤدي الى تقليل افراز السلايفا. هو السمباتيك نيرفس سيستم شو وقت يفرز، ايش وقت يعني يشتغل؟ مو خلال الخوف، من تخاف مثلا اكو كلب او اسد يركض وراك راح يشتغل عندك السمباتيك نيرفس سيستم. اوكي، فايش راح يسوي عندك سمبليك نيرفس سيستم؟ يعني شنو هنا من تخاف الفير، اوكي الفير يقلل انتاج السلايفا. من تكون تعبان الفتيك ايضا يقلل انتاج السلايفا. وكذلك بعد عندي شنو فير وفتيك. واخر شيء اثناء النوم من احنا نايمين ما احتاج السلايفا، يعني انت نايم خمد اثناء النوم تذاكر، لا، فخلال النوم يكون افراز السلايفا يكون قليل. اذا شنو خلال الفير، خلال الخوف، وخلال التعب، وخلال النوم افراز السلايفا شبي يكون قليل. هذا فيما يتعلق بافراز السلايفا. زين، هسه حكينا تاثير السمباتيك وتاثير الباراسمباتيك على اليمن على الاسنر سيل. هسه راح تشوفها على اليمن تأثير السمبتيك والباراسمبتيك على البلود فيزل اللي يغذى الاسنر سيل. هسه نقول هنا هاي الاسنر سيل تمام، وهذا اللي هو البلود فيزل. زين، ايش راح يصير عندي؟ هاي قلنا عليه شنو هاي الاسنر سيل، يجي عندك باراسمبتيك. اوكي، هاي الباراسمبتيك عندي هاي ريسبتر مالته مال الاسيتيلكولين، يجي الاسيتيلكولين يرتبط هنا. اوكي، الاسيتيلكولين يرتبط هنا، المية ترتبط بالاسيتيلكولين، شو يسوي؟ يسوي فازو دايليشن. ف
فإذا الباراسيمبثيك شو يسوي للأوعية الدموية التي تغذي السليفاري جلاند؟ يسوي لها فازو دايليشن. أوكي زين، هي الباراسيمبثيك نيرفس سيستم مو قلنا يحفز السليفاري جلاند؟ تمام قلناها. إي فهاي السليفاري جلاند ما حتشتغل وراها؟ إي تشتغل السليفاري جلاند، حتكون شنو الأكتيفيتي مالتها؟ يكون عالي، يكون نشطة. فمن تكون السليفاري جلاند نشطة راح تفرز مركب معين، هذا المركب اسمه بالكاليكايرين، كاليكيرين كالي اسمه بالكالي كيرين كاليكيرين. زين هذا الكاليكيرين شو يحول؟ يعمل تحويل الالفا تو جلوبيولين، يحول الالفا تو جلوبيولين لمن؟ الى بريديكاينين، الى بريديكاينين. اوكي هذا البريديكاينين، شوف هذا البريديكاينين يجي هنا، راح يجي وين؟ على البلود فيزل. شو يسوي البلود فيزل؟ يسوي له فازو دايليشن ايضا. اوكي ايش راح يسوي له ايضا؟ حيسوي له فازو دايليشن، فازو دايليشن. اوكي فشنو باول الباراسيمبثيك نيرفس سيستم يعني شو يسوي؟ الفازو دايليشن مالته يسويها الباراسيمبثيك نيرفس سيستم جاي من شغلتين. شنو ذني شغلتين؟ اما من خلال تاثيره المباشر على البلود فيزل، يعني يجي الاستريكولين يرتبط وين بيمن بالبلود فيزل ويسوي له دايليشن. اوكي يوسعه. او وشنو بعد التاثير الثاني مالته؟ يعني انا قلت اثنين يصير بنفس الوقت. اوكي يعني يجي يكون الاستريكولين، هسه التاثير الثاني مالته شنو؟ هاي ال شو اسمه الاسيناي النشطه راح تكون لك شنو؟ الخلايا الاسينر سيل راح تكون لك الكاليكيرين. اوكي تكون شنو؟ تكون الكاليكيرين. اوكي هذا الكاليكيرين يعمل على تحويل شنو؟ راح يحول الالفا تو جلوبيولين المن الى بريديكاينين. هذا البريديكاينين يجي وين؟ على البلود فيزل ويسوي له ايضا فازو دايليشن. لكن السمبثيك نيرفس سيستم، احنا قلنا السمبثيك نيرفس سيستم يقلل افراز السلايفا. اوكي شو يسوي السمبثيك نيرفس سيستم؟ يجي يرتبط وين؟ هذا ريسبتر مالته، هاي يقول هذا ريسبتر مالته مال السمبثيك نيرفس سيستم، هو شنو مالته؟ النيورو ترانسميتر، نقول عليه النور ادرينالين، نور ادرينالين. زين مين يرتبط به؟ شو يسوي؟ يسوي له فازو كونستركشن، فازو كونستركشن. زين إذن تأثير السمبثيك نيرفس سيستم شنو؟ يسوي فازو كونستركشن للبلود فيزل التي تغذي الاسينر سيل. زين هسه خلصنا كل ما يتعلق بالتأثير السمبثيك والباراسمبثيك على الاسينر سيل. آخر شيء إنه هنا أرجع على تأثير السمبثيك على من؟ على الاسينر سيل. إحنا مو قلنا هنا شنو يفرز هاي الجلوبيول الجرانيول تحتوي على من؟ على الليموسين. فش راح يسوي ايضا بعدها؟ راح يفرز يعني هنا ايضا شنو هالبي البروتين كاينيز اي يودي لها شنو تاثر عليه من على الجرانيول. هاي الجرانيول تحتوي على شنو؟ على الالفا اميلايز، على من تحتوي؟ على الالفا اميلايز. فبالتالي ايضا ذني هاي الجرانيول تحتوي على الالفا اميلايز ايضا شنو راح تنفرز؟ راح تطلع من الخليه. اوكي نرسم هنا هذه الجراند تحتوي على الفا اميلايز راح تطلع من الخليه. فالسمبثيك نيرفس سيستم شو يسوي الاسنان السيال؟ يخليها يزيد افراز شنو؟ الميوسين وكذلك الالفا اميلايز. يعني شنو تاثير على السلايفا؟ يخلي السلايفا تركيبه كله شنو يعني ويكون يعني تكون السلايفا عباره عن كميه قليله. اوكي يسوي السلايفا كميه قليله. زين وهاي الكميه القليله تكون متكونه من البروتينات. اوكي يعني اغلبها 90% منها تكون عباره عن بروتينات. هذين البروتينات شنو؟ الالفا اميلايز والثاني اللي هو الميوسين. اوكي هذا فيما يتعلق بالسلايفا، فيما يتعلق في تاثير السمبثيك على السلايفا. هسه ناخذ شنو اخر شيء؟ وظائف السلايفا. السلايفا شنو وظيفتها؟ تساعد بعمليه البلع. اوكي تساعد بعمليه البلع. زين التأثير الثاني شو يسوي؟
ترطب الأورال كافيتي، ترطب الأورال كافيتي. كذلك شو تسوي وراها؟ تحميني من العدوى البكتيريا، تحميني من الانفكشن. اوكي، تحميني شنو من الانفكشن؟ جينز انفكشن بكتيريا، هي شنو البكتيريا؟ شلون تحميني عن طريق الانفكشن؟ يعني شنو اللي يساعد السلايفا عن تحميني عن ضد الانفكشن؟ اللي يساعد على تحميني ضد الانفكشن اللي هو شنو؟ شغلتين يعني، اللي هي الاميونو جلوبيولين، اميون جلوبيولين اي، وكذلك الشغلة الثانية اللي هي اللايسوزايم، اللايسوزايم. زين، شنو بعد الوظيفة الرابعة لها؟ الوظيفة الرابعة تساعدني في الكلام. اوكي، تساعدني بمن؟ بالكلام، عن طريق شنو؟ عن طريق حركة ال يعني تساعد الحركة مال اللبس والتان، لأن هي ترطبها، تسوي ترطيب الشفاه واللسان، فتساعد في عملية الكلام. زين، الوظيفة الخامسة اللي هي شنو؟ احنا مو قلنا انه هي السلايفة تحتوي على البايكربونات. زين، هاي البايكربونات يعني شنو؟ هاي السلايفة شنو؟ ايضا كل ساعة بلحة. اوكي، البايكربونات شنو؟ دا تنبلع ومو تبقى بحلقي، فهاي البايكربونات شنو وظيفته؟ يسوي يعني يبقي البي اتش مالته مال الاورال مال الحلق ايش قد؟ تبقى البي اتش 7 حتى يشتغل بها الالفا اميليز. زين، بما انه البي اتش 7 بالاورال كافيتي، بما ان عندي البي اتش 7 بالاورال كافيتي، فمن يصير عندي ريجارجيتيشن، من يصير عندي وين؟ ريجارجيتيشن مال فود، مال ريجارجيتيشن للفود وين؟ من الستومك يروح وين؟ للأسوفيغاس. اوكي، مين؟ من الستومك اللي يروح وين؟ للأسوفيغاس. زين، فش راح يصير عندي؟ وانا عندي هاي البي اتش، عندي بايكربونات، فرات عادي شنو؟ راح تساعد في تقليل هاي يعني حمض، نعرف انه هذا الاكل من يرجع من الستومك للمرى يكون يعني الحامضية مالته عالية كلش، وبما انه عندي هاي البايكربونات الموجودة بالسليفري اللي تكون عندي بالسليفري جلاند، فش راح اسوي؟ حسوي له نيوترالايز. تمام، نيوترالايز من الجاستريك اسيد، من يصير عندي شنو؟ ريجارجيتيشن. فش اسوي هنا اذا هاي النقطة؟ نيوترالايز، نيوترالايز للجاستريك اسيد، من يصير عندي شنو؟ ريجارجيتيشن. اوكي، زين، اخر نقطة بوظائف السلايفة تبدي لك عملية الهضم، انشيت عملية اوف داجستشن، مال تحديدا يا مادة مال ستارش مال الكربوهيدرات، عن طريق يا انزيم اللي احنا عندي بالسلايفة يتكون انزيم مهم يبدي لك بهاي العملية اللي هو شنو؟ اللي هو اسمه سليفري، او يسموه بالالفا اميليز. الفا شنو؟ يسموه بالالفا اميليز. اوكي، هذا الالفا اميليز هو اللي راح يجي يبدي عملية شنو؟ عملية الهضم مالت من مال الكربوهيدرات. اوكي، زين، شوف الاميونوغلوبولين اي، هسه اخر شيء احنا خلصنا وظائف السلايفة، بس ايش معلومات لكم؟ الاميونوغلوبولين اي يفرز عن طريق شنو؟ عن طريق البلازما سيل، نكتبه هنا، عن طريق البلازما سيل الموجوده وين؟ بالكونكتيف تيشو، بالكونكتيف تيشو اللي يحيط بمن؟ اللي يحيط بالسمول انترالوبيلر، سمول انترالوبيلر داكت. وكذلك موجود وين؟ الاميونوغلوبولين اي اول مصدر بتكوينه شنو؟ البلازما سيل،
الموجودة بالكونكتيف تيشو اللي حيط بالسمول انترالوبيولار داكت. المصدر الثاني اللي هم مات البلازما سيل، لكن وين؟ ايضا البلازما سيل، لكن وين؟ لكن بالماينر سيلفري جلاند، بالماينر سيلفري جلاند. ماشي. اذا شنو مصدر الاميوغلوبين اي؟ اللي هي بلازما سيل موجود بالكونكتيف تيشو اللي حيط بالسمول انترالوبيولار داكت، وايضا البلازما سيل موجوده بالماينر سيلفري جلاند. اللايسوزايم وين يتم تكوينه؟ اللايسوزايم تكوينه وين؟ بالسب مانديبولار والسب لينجوال جلاند. تمام. اما بالنسبه للالفا اميلايز، الالفا اميلايز وين يكون تكوينه؟ تكوينه بكل الخلايا، بكل الجلاند اللي هي الباروتيد والسب مانديبولار والسب لينجوال. تمام. اخر فقره اللي هي الشغل مال الالفا اميلايز مال السيلفري. شنو الشغل مالته؟ نرسم بالبداية جزئيات، يعني نرسم شوي يعني كجزئية من الستارج، الجزئية يكون سداسية، بصفة جزئية ثانية، عفوا هاي الجزئية الثانية. زين، هنا ترقيم الخلايا 1 2 3 4، وهاي 5 وهاي 6، هنا يكون 1 2 3 4، هاي 5، هنا شنو 6. من هنا اكو آسرة بيناتهم مثل ما نعرف اللي هي شو اسمها، اسمها الفا 1-4 شنو جلايكوسيديك بوند. تمام. فراح يجي الالفا اميلايز، شوف الالفا اميلايز يجي هنا على هاي الآسرة يشتغل على هاي الفا 1-4 جلايكوسيديك بوند، يجي هنا شو يسوي؟ راح يكسر هاي الآسرة. تمام. من يكسر هاي الآسرة اللي هي الالفا 1-4 جلايكوسيديك بوند، راح يحول الستارتش الى مركبات اخرى. مثل هاي المركبات راح تتكون، يا هي يا مركبات راح تتكون. اول مركب اللي هو الالفا ليميت ديكسترين، ديكسترين. والمركب الثاني اللي هو المالتوز. تمام. المالتوز. المركب اللي بعده اللي هو المالتو تريوز. اوكي. هذا كل ما يتعلق بشغل الالفا اميلايز. خلصنا وياكم التحكم العصبي وكذلك الفيزيولوجي مال السيلفري جلاند. اتمنى يكون واضح لكم. نشوفكم بالفيديوهات الجايه. مع السلامه.